يا هلا ويا ميت، مرحبا فيكم، اهلا وسهلا فيكم بموضوع اليوم. من المعروف انه حياة الانسان تنحصر بين تاريخين اساسيين، هما تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، وبين هالفترتين في عدة احداث بتمر على الانسان، منها الحلو ومنها المر، وفيها لحظات لا يمكن ننساها، مرة ضحكتنا ومرة بكتنا. ولأن التفاؤل لازم يكون عنوان حياتنا، لأنه الأمل لازم يرافقنا ويضوي حياتنا على طول، لهيك خلينا بالتواريخ المفرحة وبعدونا عن التواريخ المشكلة. تاريخ غير حياتك للأفضل، ممكن يكون تاريخ بدأت فيه قصة حب، تاريخ حصلت فيه على شهادة كبيرة بعد تعب ومجهود طويل، أو قابلت فيه صديق عمرك، صديق اللي سندك ودعمك وشجعك بأصعب أوقاتك وتفهمك وانت بأصعب حالاتك. تاريخ يمكن سافرت فيه سفرة هي سفرة العمر، حققت فيه هدف كنت بتسعى له من سنين. كل هالتواريخ هي تواريخ مؤثرة بتغير حياتنا 360 درجة للأفضل. اليوم اللي قبلها مش زي اليوم اللي بعدها، هاي التواريخ هي التواريخ اللي لازم تترخ وتتوثق على رسنامة أيامك بدون أبداً أبداً ما تنسى أي تفصيل من هاي التواريخ. تاريخ غير حياتك للأفضل، تذكروا هالتاريخ، وإذا حبيتوا تشاركوا معي ياريت تشاركوني فيه وتعطوني رأيكم بفكرة هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.